هذه الكلمات فقط نأخذها علشان ما هو للحفظ، علشان بس نتعرف على كلمات أكثر ونتعود عليها. بعضها كانت موجودة معنا سابقا، قاعدة تتكرر معنا بشكل أو بآخر، فالهدف أنها تكون موجودة معنا مرتبة بهذا الشكل، وهي الكلمات المرتبطة بالوقت والتوقيت. عموما عندنا مثلا كلمة تيمبو، تيمبو اللي هو الوقت، تيمبو. أورا الساعة، أورا. سيغوندو، سيغوندو الثانية. مينوتو، مينوتو الدقيقة. تيمبراتورا، تيمبراتورا. لاحظوا بحكم أن الكلمة الطويلة نحاول نقسمها صوتيا، نقول تيمبراتورا، تيمبراتورا، تيمبراتورا اللي هي درجة الحرارة. استاثيون موسم مثلا أو فصل أو أيضا محطة. بيرانو الصيف، بيرانو. أوتونيو الخريف، أوتونيو. إنبييرنو، إنبييرنو الشتاء. بريما بيرا، بريما بيرا. لاحظوا لو سوينا تقسيم لها نقول بريما بيرا، بريما بيرا الربيع. سابادو السبت، سابادو. دومينغو، دومينغو الأحد. لونس، لونس الاثنين. مارتس، مارتس الثلاثاء. ميركوليس، وهذه لاحظوا كيف نطقها، مي مي، ميركوليس، ميركوليس الأربعاء. خويبس الخميس، خويبس، ما نقول جويبس لا، خويبس. بيرنس، بيرنس الجمعة. إنيرو يناير، إنيرو. فبريرو، فبريرو. مارثو، ما نقول مارثو لا، مارثو زي هذه، إنيرو فبريرو مارثو، ما نقول إنيرو لا، مارثو. أبريل، أبريل. مايو، مايو. خونيو، خونيو. خوليو، خوليو. أغوستو، أغوستو. سبتيمبر، وهنا شوفوا نبغى نسوي لها تقسيم نقول سبتيمبر، سبتيمبر، سبتيمبر. هذه بيلها شوية تدريب، سبتيمبر. طبعا محتاج أترجمها لأنها واضحة. أكتوبر، أكتوبر. نوفمبر، ولاحظوا أن الأشهر فيها الإي بعدها الإي كثيرة مكررة. نوفمبر، والأخيرة ديسمبر، ديسمبر. ميس معناتها الشهر، سيمانا الأسبوع، سيمانا. وميس ديا يوم، ديا. فين دي سيمانا، فين دي سيمانا نهاية الأسبوع، هي الويكند. فين دي سيمانا. باكاثيونيس، باكاثيونيس الإجازات أو الإجازة. مانيانا، مانيانا. تاردي، تاردي. نوتشي، نوتشي. مانيانا تجي بمعنى الصباح أو تجي بمعنى غدا. تاردي فترة الظهر والعصر. نوتشي المساء. كالور الحر. وفريو البرد. يوبيا، يوبيا المطر. نيبي، نيبي الثلج. تمبرانو، تمبرانو معناتها مبكرا. وتاردي تجي بمعنى متأخرا، تمبرانو وتاردي.
بينتو 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 الرياح، تورمينتا العواصف أو عاصفة، تورمينتا نيبلا نيبلا الضباب، يوبيا مكررة معانا المطر، آثي كالور هذا عبارة عن خلنا نقول تركيبة، آثي كالور لما يكون الجو حار أقول آثي كالور يعني الجو حار، آثي فريو الجو بارد، آثي فريو، آثي بينتو الجو في رياح أو في ريح، آثي سول الجو مشمس، آثي سول. وهنا أي سول، أي معناتها يوجد، كلمة يوجد معناتها أي، فنقول أي سول يعني الجو برا مثلا في شمس أو في شمس. تحياتي لكم.